السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياتك الصحة والعافية. الله يخليك. الاسم على خير؟ أنا علي. علي. علي إيش؟ أبو عباس. علي أبو عباس والنعم منك. الله يخليك. أنت من البصرة؟ لا من بغداد. والنعم حياك الله البصرة. حياكم الله والديك. ريحة. حياكم الله. رحب بيك من الشمال للجنوب، من الغرب للشرق. فيك أكثر وبحال أكثر، البصرة طيبين. الله يخليك، أنت طيب. علي أبو حسين. أي نعم. أبو عباس عفوا. القرآن نزل على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. باللهجة العربية القديمة. لك أكو كلمات ما يعني يعني هسه حاليا ما حد يعرف معانيها. إيه معاني تفاسيرها. إيه. فأنا حبيت أن أشارك بقناتي هذه المعنى والله يجزيل المشايخ والعلماء يطلعون بالتواصل الاجتماعي يفسرون القرآن أو الآيات القرآنية. جزاهم الله الخير وأنا هم بدي أشارك بتفسير بعض الآيات. شرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله العظيم. ما معنى سجى وقلى؟ والله تفاسيرها ما أعرف صراحة. إي صحيح ليش سجى تفاسير مو هالقد. والضحى والليل سجى. أقرأ قرآن بس تفاسيرها ما مو هالقد. سجى معناتها الليل إذا حل على الكائنات يعني على الأشجار والقصدي الأشياء الجماد الأشجار والغابات والأرض يعني كانت حية إذا حل السجاء إذا حل اسم الليل. أما قلى الوحي سلام الله عليه أخذ لفترة ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقريش عيروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إن ربك أبغضك قلى أبغضك أبغضك يعني هجرك أبغضك هجرك يعني معناته من هجرك يعني أبغضك فنزلت هاي الآية والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. مشكور حبيبي على المشاركة.